طيب الرياضة كرة القدم الرياضة مثلا. طبعا بهتم، لما انت عارف الرياضة دلوقتي واخدة طبعا يعني مساحة كبيرة سواء من الإعلام أو من حتى من الصحافة يعني. فإخفاقات بعض الفرق الوطنية زي في إخفاق الأهلي أو إخفاق الزمالك اللي هما الأكثر شهرة يعني، المشاركة باسم مصر في المباريات على مستوى أفريقيا مثلا. اتفرجت على ماتشات مصر في كأس العالم مقدسة البابا؟ مش كلها، لكن اللحظات بتاعت الأحيان بيجيبوا كده في الأخبار موجز كده اللي هي بتاعت الأهداف. تسجيل الهدف، اللحظات دي بتبقى لحظات جميلة أوي يعني، فيها فن وفيها شفت لقطات كده حيوية. لمحمد صلاح مثلا؟ طبعا 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 محمد صلاح برضو واخد جزء كبير أوي من الأخبار، و بيشتغل بيلعب في ليفربول صحيح. ويعني وبيمثل مصر كويس. فرحان له، فرحان طبعا للنجاحات طبعا اللي طبعا اي مصري ينجح ده نجاح محسوب لنا يعني. نعم.